بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في المحاضرة رقم 13 من محاضرات الكورس Document Information and Management. النهاردة إن شاء الله إحنا كنا خلصنا الجزء بتاع الأساسيات اللي إحنا اتكلمنا فيها الفترة اللي فاتت، وخلصنا الجزء بتاع الأيزو، وبعدين اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت على العناصر المهمة في أي سيستم مانجمنت. يكون في لأي سيستم دوكيمنت مانجمنت لازم يكون فيه عناصر أساسية. حد فاكر إيه العناصر الأساسية اللي احنا اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت؟ النهاردة هنتكلم إن شاء الله عن احنا كنا بنقول إن احنا الفترة اللي فاتت خلصنا فيها الجزء بتاع الأساسيات بتاعة الدوكيمنت مانجمنت، وبعد كده اتكلمنا عن الأيزو، وبعدين اتكلمنا عن العناصر المهمة في أي سيستم الدوكيمنتس احنا اشتغلنا عليه. كنا بنسأل إن إيه هي العناصر المهمة اللي أي سيستم لازم يبقى موجود فيها. عندنا هنا الزملاء قالوا إن هو يكون فيه أركايفينج، إن هو يكون سهل الفلترة، إن هو يكون فيه تأمين للبيانات، إن هو يكون بيتكامل مع مايكروسوفت أوفيس وبي دي إف. إيه تاني؟ إن هو بيقدر يعمل تقارير متكاملة، صورة الوصول للنظام باستخدام الموبايل أو أي وسيلة. بالظبط كده، قربت على أي سيستم تاني علشان ما نبتديش from scratch، نقدر نبني على السيستم اللي موجود عندنا في الأول. تمام، في أي إضافة تانية؟ إمكانية إن هو يكون flexible ونقدر إن إحنا نغير أي rules فيه، إن هو يستوعب كل الدوكيومنتس الموجودة عندنا، إن إحنا نبقى عاملين كل الدوكيومنتس بالإكسبشنز اللي موجودة فيها، يعني بنعمل الفلو تشارت بتاعة الدوكيومنتس كلها مرة واحدة. بالظبط كده، تمام. طيب هنبتدي بقى النهاردة إن شاء الله في إن إحنا بنشوف إن إحنا عندنا deliverables موجودة في المشروع. هنبتدي النهاردة ندرس إحنا إزاي بنقدر إن إحنا نعمل manage the deliverables بتاعة البروجكت بتاعنا. جماعة لسه برضو الناس بتشتكي من الصوت، اللي الصوت عنده تمام يكتب واحد يا جماعة لو سمحت. شوف بس كده العدد، مين عنده الدنيا ماشية ومين لأ. تمام خلص، اوكي. طيب هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الديليفربلز. يا ترى ايه هي الديليفربلز بتاعه المشاريع الانشائيه اللي احنا بنتعامل فيها؟ حد عنده فكره؟ ايه هي الديليفربلز اللي احنا اي داتا بنستلمها؟ بنستلمها ولا بنسلمها؟ اسبل الاثنين، ماشي. اسبلت ممكن هي نوع منهم، هي sort of deliverables بس مش هي deliverables بالظبط. طيب نقول ان deliverables هنا هي خدمة او منتج بيقدمها بننتجها خلال فترة المشروع للكاستمر او للكلاينت او للسبونسر. تمام، بمعنى أصح تاني إن هي النوع من أنواع الخدمات أو السيرفيس delivers to stakeholders، يعني أنا بدي الخدمة دي بسلمها لصاحب لأصحاب المصلحة أو للكلاينت أو للكاستمر بتاعي. تمام، طيب الdeliverables دي بتبقى عبارة عن إيه؟ الdeliverable دي بتبقى عبارة لإما هي عبارة عن المنتج النهائي اللي أنا بسلمه. لو أنا مثلا بعمل مستشفى فهي عبارة عن البرودكت نفسه اللي أنا خلصته، المستشفى نفسها وأنا بسلمها. ممكن تكون عبارة عن تقارير أنا بعملها دوريا في خلال فترة المشروع، فنقدر نقول إن هي البيبر وورك. ممكن تكون بيبر وورك أنا بعمله ديورينج فترة المشروع بتاعتي. بيبر وورك ده ممكن يكون الكونتراكتس بتاعتي، ممكن تكون الريبورتس بتاعة المصاريف الشهرية أو المصاريف السنوية اللي أنا بعملها، ممكن تكون أنواع كتيرة جدا من التقارير اللي بتبقى موجودة عندي في خلال الفترة بتاعة المشروع. تمام،
فالتقارير دي اللوجات بتعتبر جزء من التقارير. يعني انا دايما بعتبر اللوجات دي جزء من التقارير، هو كلوج مش تقرير، بس انا في الاخر بصيغه وبطلع منه داتا علشان يبقى ريبورت انا بقدر اسلمه للاداره العليا، وده اللي احنا هنناقشه النهارده ان شاء الله. تمام؟ فهي ببساطه هي نتائج المشروع او العمليات في المشروع. ده بيعني ان ممكن يكون شيء كبير جدا اللي هو المشروع الاساسي او هدف المشروع نفسه، او ممكن يكون تقرير بيمثل جزء من المشروع اللي احنا شغالين عليه. تمام؟ طيب الديليفربلز دي هل انا بديها مره واحده في يعني مره واحده في زمن المشروع، ولا هي بتبقى بنسلمها على مدار المشروع، على مدار عمر المشروع اللي انا شغاله فيه؟ حسب الطلب. ايوه بالظبط كده، حسب الكلاينت بتاعي. اولا انا التقارير بسلمها دوريا خلال فتره المشروع بتاعتي، بس اكيد البرودكت هسلمه مره واحده. يعني انا لو انا بعمل مبنى، فانا بالنسبه لي هسلم المبنى ده مره واحده، بس انا ديورنج الفتره بتاعت المشروع هفضل اسلم تقارير دوريه على حسب احتياج المالك او احتياج السبونسر او اصحاب المصلحه الموجودين معايا في المشروع. دي حاجه احنا بنتفق عليها من الاول. فعندنا انواع اخرى من تقارير المشروع اللي بتوضح مثلا كيفيه سير العمل مقابل خطه المشروع، اللي بتديني الفاريانس ريبورت اللي هي بتقول انا دلوقتي واصل في المرحله كام بتاعت المشروع، هل انا بكمل في السكادول بتاعي مظبوط، هل انا متاخر عن السكادول بتاعي، هل انا متقدم، انا عديت السكادول. دي طبعا تبقى نادره جدا ما بتحصلش. فبالنسبه لي التقارير بتاعتي بتوضح ان انا بعمل ايه في المشروع بتاعي، بتقول ان التسليمات بتاعتي دي انا وصلت لحد فين، ايه البوينتس اللي انا واقف عندها دلوقتي. طيب التسليمات دي بتبقى مهمه جدا للناس بتوع اصحاب المصلحه في اخر المشروع، لان هم ويهمهم ان هم ياخدوا المشروع ويبقوا معاهم تقرير يقول تكلفه المشروع ده كانت معاهم قد ايه، الاداء الناس في المشروع دي كانت كويسه ولا لا. فتقارير مدير المشاريع دي هي الوسيله اللي من خلالها بيتم تقديم كل انواع التسليمات دي للعملاء. تمام؟ اصحاب المصلحه بيبقى دايما لديهم عندهم بيبقى عندهم ايه، عندهم احتياجات مختلفه. يعني مثلا الكلاينت اللي بيبقى موجود معاك، البريزنتيف بتاع الكلاينت الموجود معاك هتلاقيه شغال معاك تكنيكال شويه، فبيهمه التفاصيل التكنيكال اللي انت بتقعد تناقشها معاه. تمام؟ تيجي تطلع شويه للتوب مانجمنت بتلاقي اللي فوق منه مش محتاج شويه تكنيكال، بس محتاج يشوف نظره عامه على المشروع، وصل البروجرس بتاعه وصل لحد فين. التوب قوي بتوع المانجمنت بيبقى يهمهم ان هم يعرفوا التكاليف، يعرفوا احنا فاضل لنا قد ايه النسبه. فكل ما بتطلع لفوق كل ما الديتيلز بتقل، كل ما انت بتبقى بتقدم ريبورت مختلف عن الريبورتات اللي انت بتقدمها في بقيه الحاجات التانية. طيب ايه هي البروجكت ديليفربلز اللي احنا بنقدمها دلوقتي؟ احنا عندنا اول حاجه في البروجكت عندنا الديزاين دروينج، عندنا البروبوزلز، البروجكت ريبورت، البيلدينج بيرميتس، الفينيشد برودكت اللي هو المنتج النهائي اللي انا بسلمه في اخر المشروع. اول حاجه الديزاين دروينج. ايه هي الديزاين دروينج؟ كل انواع الرسومات. لا، هي الديزاين دروينج مش كل انواع اي اف سي بالظبط كده، مش كل انواع الرسومات المستلمه للعقد بالظبط كده. رسومات التصميم هي بتبقى عبارة عن رسومات أو عروض اللي هما بيعملوها الناس بتوع البروبوزلز، تبقى عبارة عن عروض بتمثل رغبات العملاء وأفكارهم. يعني دلوقتي العميل لما بيجي يطلب إن هو عاوز مبنى، هو بيبقاش داخل في تفاصيل المبنى كلها، هو بيجي يطلب تفاصيل معينة في الآخر بيقعد يصيغها المهندسين في شكل صور وفي شكل رسومات علشان تبين أفكارهم، عشان يتفقوا هما الاتنين، يبقى في لغة حوار ما بينهم، يقدروا إن هما يوصلوا المنتج او يسلموا المنتج بطريقه صحيحه وبشكل يبقى متفق عليه. لان ممكن يكون العميل وهو بيتكلم فيه في دماغه تصور معين مش هيبقى متنفذ على الحقيقه، بس في الاخر برضو لازم هما الاثنين يتفقوا على ورق ان هو ده التصميم، او هو ده التصميم النهائي، او هو ده النتيجه النهائيه. فانواع الرسومات هي الخطوه الاولى في مرحله التصميم. تمام؟ طيب احنا ليه بنعمل ده؟ احنا ليه بنعمل رسومات التصميم او الديزاين دي الاولانيه؟ اولا عشان اوصل افكار العميل، عشان ابقى انا متاكد تمام 100% ان العميل هو ده طلبه وهو شايفه على الورق، والنتيجه بتاعته هتبقى نفس النتيجه اللي موجوده على الورق.
تاني حاجة بتساعد المهندس المعماري على توصيل التصميم للمقاولين وقسم البناء، بيقدر ان هو بعد كده يشرح التصميم ده هيتنفذ بأنهي طريقة، يبتدي ان هو يعمل له بريك داون علشان يشوف ده هيتنفذ بأنهي طريقة. آخر حاجة تسجيل الانتهاء من البناء وتسجيل كل التغيرات اللي تم إجراءها. يعني أنا دلوقتي لو أنا بشوف مثلا عندي اللوح بتاعة الديزاين دي بتبقى موجود ليها حاجات معينة، بس باجي على أرض الواقع بلاقي إن في ساعات بيطلع لي حاجات مختلفة عن الموجودة على اللوح، فبالتالي لازم أسجل كل التغيرات دي وأسبابها علشان بعد كده لا إما بيطلع بيها فاريشن أوردرز تطلب من المالك لو هو المالك هو اللي طالب التغيير ده، أو لو التغيير ده موجود حاجة موجود فيها فاريانس موجودة في الريبورتات أو في الديزاين اللي متقدم لي، وفي نفس الوقت بيحاول إن هو يشوف دي كانت غلطة مين أو التغيير ده ما يقدرش إن هو ينفذه، فبالتالي لازم يقدم بديل لي. تمام، فدي اول حاجه الديزاين درون. تاني حاجه البروبوزلز اللي هي العطاءات. تمام، العطاء ده هي عباره عن وثائق عدها الراجل الديزاينر ده لتصميم البناء بتاعه، تمام، لتصميم المشروع ده. طيب فبيقوم ان هو يبتدي ان هو يقول ان هو ده الشكل ده هو ده الشكل المتكامل اللي انا هقدمه عن المشروع بكل تفاصيل. فالتفاصيل دي بقى بتتضمن ايه؟ اول حاجه بتتضمن التصميمات، تمام، اول حاجه بتتضمن الديزاين درون، بعد كده كل تفاصيل المبنى من فتحات من كل حاجه، تفاصيل المبنى الكامله الموجوده في المشروع بتاعه، بعدين الاسبكس اللي هي المواصفات، الجداول الزمنيه، طرق التنفيذ، سعر العطاء، تحليل التحليل المالي لكل الحاجات اللي هو حاططها. يعني هو مثلا قال لك المشروع ده المقاول ده المشروع ده انا هاخد فيه مليون، طب المليون ده انت خدته على اساس ايه؟ يقعد يعمل لك بريك داون ستراكشر لكل التفاصيل بتاعه المبالغ اللي هو حاططها دي، بيقول هو ليه حاول ان هو يسعرها بالطريقه دي. تاني حاجه تفاصيل التامينات، التامين بتاعه هيبقى ماشي ازاي، الاورجانيزيشن تشارت بتاعت المقاول بيقول ان هو مين هم الناس اللي هيشتغلوا معاه، السيره الذاتيه لكل الناس اللي هتشتغل معاه، خبراتهم بقى هم اشتغلوا فين قبل كده، دراساتهم قد ايه، خبراتهم قد ايه، كل الكلام ده لازم يتحط معايا في البروبوزل. واخر حاجه الخطه الاوليه ان هو هيمشي ازاي في تصميم البناء ده وهيحاول ان هو يطلعه للنور ازاي. فاول حاجه البروبوزل دي هي اللي بيقدمها المقاولين وكل التفاصيل دي للمالك عشان يبتدي ان هو يختار اذا كان هو المقاول ده هو اللي هينفذ الشغل ده ولا في مقاول تاني هو اللي هيعمل الشغل ده. تمام، طيب دي كده بالنسبه للبروبوزلز. ندخل بعد كده في البروجكت ريبورتات، الريبورتات بتاعه البروجكت. ايه هو البروجكت ريبورتس؟ ايه هي؟ جداول الكميات، احنا كده بنتكلم على البروبوزل صح؟ هي جداول الكميات والمواصفات والعقد، التقارير اليومية، ماشي، هي نوع من أنواع التقارير، ديلي ومانثلي ويكلي، التقارير، تقارير يومية أو أسبوعية أو شهرية. تمام، دي أنواعها، بس احنا ليه بنستخدم التقارير دي؟ احنا كلنا كدوكيمنت كنترولرز بنعمل تقارير طول الوقت، بس حد سأل نفسه انا ليه بعمل التقرير ده؟ تقرير لكل مستند، كاش فلو، مانثلي ريبورت، بيرفورمانس ريفيو، فارينس، تقرير لكل مستند. تمام، تقارير يومية تشمل عدد العمال والأعمال، ده ديلي ريبورت. تمام، احنا ليه بقى بنعمل كل التقارير دي؟ لمعرفة نسب الإنجاز، بالظبط كده، الوضع الحالي للمشروع، بالظبط كده، هو ده اللي احنا بنعمله. تقرير المشروع هو مستند بيتم إنشاؤه لفريق أو شركة تضمن بقاء المشروع على المسار الصحيح. أنا ببقى بالنسبة لي التقرير ده أنا عاوز أعرف منه هل إحنا ماشيين على التراك ولا هل إحنا متأخرين؟ هل إحنا خلاص إحنا ماشيين وبنحقق الهدف بتاعنا ده ولا إحنا نسينا هدفنا وبنعمل حاجة تانية؟ تمام؟ فالتقرير ده لازم يبقى فيه ثلاث حاجات، نسبة تقدم المشروع، المايلستون بتاعت المشروع، والحواجز اللي بتقابلني في المشروع، المشاكل اللي ممكن تقابلني، انا ممكن مثلا يبقى يظهر لي مشكله في وسط المشروع انا ما اعرفش اعمل فيها ايه. تمام، فبالنسبه لي التقارير اللي انا بقدمها دي بتبين لي الحاجات دي وبتحاول ان انا بحاول ان انا احلها خلال فتره المشروع. وطبيعي ان انا لما بواجه مشكله او لما بيجي لي مشكله في الاول اقدر ان انا اتغلب عليها او ان انا ببقى محضره لها بلان ان انا اقدر اتعامل معاها،
احسن بكتير ما تقابلني مشكله وافضل ان انا مش عارفه اصلا ان انا عندي مشكله ومش عارفه اتعامل معاها. تمام، اول حاجه من التقارير اللي احنا بنتعامل معاها البروجكت ستيتس ريبورت. ايه البروجكت ستيتس ريبورت؟ اسمه تقرير حاله المشروع. التأخر أو التقدم، بالظبط كده. هو تقرير بيدي لمحة عن مدى تقدم المشروع نحو أهدافه. أنا بيبقى عندي هدف وبشوف إن أنا هل أنا بدأت أوصل للمشروع بتاعي، بدأت إن أنا أوصل لهدفي ده بعد قد إيه، وبيحدد وبيعمل تحديث عام للحفاظ على أصحاب المصلحة وهم عارفين كل حاجة. أنا لازم يبقى عندي أصحاب المصلحة، لازم بيبقوا متأكدين أو أنا بقى متأكد إن أصحاب المصلحة وصل لهم كل التفاصيل وهم عارفين احنا واقفين فين، عشان يقول ان احنا متقدمين عن الهدف او لا متاخرين. فلازم يبقى عندي نقاط رئيسيه ان انا لازم الاحظها من اول المشروع. ما ينفعش ان انا اجي في اخر المشروع اكتشف ان انا عندي مشكله. فلازم تقارير حاله المشروع دي بتبين حاله المشروع من التقدم او من التاخر. تمام، طيب عندنا نوع تقارير تاني اسمه تقارير صحه المشروع. ده بقى بيحدد ايه؟ تقارير صحة المشروع. تقرير صحة المشروع ده كواليتي وسيفتي. تمام، معرفة، بالظبط كده، معرفة العجز. بالنسبة لي تقرير صحة المشروع هو تقرير بيبين الحالة العامة للمشروع وبيقول هل هو يعني هل هو شغال كما هو متوقع زي البلاند، الاكشوال بتاعي شغال زي البلاند، ولا في عندي ركود، ولا في عندي مؤشرات للركود. ده اللي بيعرفه لي هل انا عندي عجز في مكان معين في المشروع، هل انا ماشي على البلان بتاعتي، ولا هل انا خلاص انا نسيت الهدف بتاعي وماشي على حاجه تانية خالص، انا مش عارف هي، انا مش عارف هتوديني لفين. تمام، طيب احنا ليه بنحتاج التقارير الصحيه بتاعه المشروع؟ ليه بحتاج ان انا اعمل تقارير صحيه خلال فتره المشروع؟ لإنجاز المشروع بالوقت. أدي كده واحد. نظرة عامة على المشروع. تمام، هو نظرة عامة على تعديل المخططات. هي مش تعديل المخططات، هي تعديل الخطط، يعني تعديل الخطة اللي عندي. أنا ببقى ماشية على بلان معينة، بلاقي البلان دي مش راضيه تنفذ لي نفس الهدف بتاعي، فبحاول ان انا اغير الخطه بتاعتي علشان اشوف طريقه اعرف المشكله فين واحاول اتغلب على المشكله. الحل الفوري لمشاكل، عمل الاكشن المناسب، ريسك ميتيجيشن، بالظبط كده. طيب انا بحتاج التقارير الصحيه للمشروع دي اولا عشان اعرف هل احنا على الطريق الصحيح لتسليم المشروع، عارفه الهدف، ولا احنا ايه، ولا احنا خلاص سيبنا الهدف وبنشتغل على حاجه تانيه. تاني حاجة، إيه مدى بعدنا عن الهدف؟ هل أنا بعدت عن الهدف بنسبة قد إيه؟ تالت حاجة، بيحتاج إن أنا أقدم، ببقى عارف، بحاول إن أنا أعرف إيه الإفورت اللي أنا هبذله علشان أعرف إن أنا أعدل المسار بتاعي. أنا دلوقتي خلاص عرفت إن أنا الهدف بتاعي كذا، الهدف ده أنا بعيد عنه قد إيه؟ ده اللي هيقيسه لي صحة المشروع. طب انا هقدر ايه الخطوات اللي بتبعدني عن ان انا اوصل للهدف بتاعي؟ هبتدي ان انا اعمل البلانز بتاعتي وان انا احاول ان انا اوصل لها. فلما بيبقى موجود في خطا في مكان ما انا بقدر اوصل له بطريقه سهله جدا، وبقدر ان انا اقلل من المصاريف اللي انا بعملها، او ان انا ما احسش ان انا بصرف فلوسي في حاجه ثانيه وفي الاخر انا مش واصل للهدف اللي انا عاوزه. طيب ايه تاني غير كده؟ عندنا التيم افيلابيلتي ريبورت، هو تقرير عن مدى توفر الفريق اللي موجود عندي، وبيعرض له الجدول، بيعرض في الجدول الزمني لكل عضو من الاعضاء والتاسكس المطلوبه منهم ان هم يعملوه. يعني انا عندي مثلا، هقول ان انا عندي 20 مهندس شغالين في الشوب دروينج مثلا، كل عندي 20 مهندس، كل واحد، كل مجموعه فيها خمسه بيعملوا اريا معينه في المشروع. ففي الوقت ده انا هبقى عارف ان عندي دروينج اللي عندي المفروض ان هي هتتنجز في قد ايه، وهقدر ان انا اعرف انه تيم اللي مش ماشي على التراك وانه تيم قادر ان هو ان هو يكمل في التايم بتاعه. هقدر ان انا اعرف
الفريق بتاعي محتاج فين، ايه البوينت، ايه البوينت عندي اللي انا ضعيف فيها، فانا اكمل الفريق ده او ان انا اكتر الفريق ده، وايه الفريق اللي ماشي تمام في مكانه وقادر ان هو ينجز شغل. تمام. تقارير اللي هي بتاعه توافر الفريق دي بتفيدني في ايه؟ بتفيدني في ايه في المشروع؟ في الصرف. تمام. وفي التقييم. وفي نسبة الإنجاز كمان، إن أنا هعرف كل واحد بيقدر ينجز شغل قد إيه. تسليم المشروع بالوقت المحدد كمان، أنا لما هبقى عارف كل واحد من الفريق شغال في إيه، هبقى قادر إن أنا أعرف لو الراجل ده خد أجازة مثلا فترة أو حصل له أي إمرجنسي، هقدر إن أنا أعمل له ريبليسمنت بحد نفس الكواليفيكيشنز عشان يقدر إن هو ينجز نفس كمية الشغل اللي هو بيعمله. مش هضطر ان انا اقول مثلا ايه ممكن يحصل ديلي في الشغل بتاعه، لا انا هبقى عارف هو شايل شغل قد ايه، وبالتالي اللي هحتاج ان انا اعمل له ريبليسمنت احاول ان انا اجيب حد نفس الكواليفيكيشنز بتاعته. بالظبط كده، ان هو يبقى كل الفريق شغال كروح واحده، وان انا بالطريقه دي ما بوقفش الشغل بتاعي، ان انا بيفضل عندي البروجرس بتاعي زي ما هو حتى لو نقص حد من التيم. طيب الريسك ريبورت، انا بيبقى عندي مخاطر، في مخاطر بتبقى محتملة، في مخاطر بتبقى مش موجودة في الحسبان. أنا بالنسبة لي تقارير المخاطر دي هي عبارة، يعني هي عبارة عن تقارير بتحدد لي إيه العوائق اللي أنا ممكن أقابلها في المشروع. طيب هل هي بتحدد بس كده العوائق بس؟ يعني هل تقارير الريسك تحدد لي بس العوائق اللي ممكن أقابلها، التنبؤ بالمشاكل المحتملة؟ تمام. لا، هي مش بس بتعمل لي كده، هي كمان يعني هي بتعرض لي الحاجات اللي ممكن تجي لي قدام، وايه النسبة اللي ممكن اقابلها فيها، وكمان الحل بتاعها. بالظبط كده، هي والحلول. لان انا بالنسبة لي لو انا لقيت المشكلة وانا قلت ان انا هيحصل لي مشكلة من غير ما اقدم فيها الحل، يبقى انا كده ما استفدتش اي حاجة من الحاجات دي. انا ليه بحتاج بقى تقارير بتاعت المخاطر؟ حلول المشاكل، أول حاجة تحديد القيود اللي ممكن تكون الحالية والمحتملة على المشروع بتاعي اللي ممكن توقفه لأي سبب من الأسباب. تاني حاجة تحديد الأولويات بتاعتي، إن أنا أخلي الأولويات بتاعة المخاطر بتاعتي شكلها عامل إزاي. تالت رابع حاجة منع المشاريع المستقبلية من الوقوع في نفس العقبات اللي أنا ممكن أكون وقعت فيها. تمام. ربح الوقت في حل المشاكل، التنبؤ بالمشاكل المحتملة، عدم حدوث أي مشكلات، تقييم المشروع، الاستعداد لأي طوارئ. بالظبط كده، تجهيز أدوات لازمة لمواجهة الطوارئ، التنبؤ بالمشاكل لعدم تعطيل المشروع. بالظبط كده، هو أنا بالنسبة لي لما بيبقى عندي ريسك بيبقى مهم جدا إن أنا أبقى عامل ريسك بلان بتاعتي كويس جدا، زي ما إحنا خدنا في الأيزو، وإنه مهم جدا إن أنت تحدد الريسكس اللي ممكن تقابلك، المفروض إن أنت تعمل لها البلان بتاعتها، بعد كده تحدد الأولويات، تحدد خطر كل ريسك ممكن تيجي عليك، وبعد كده تحدد نسبة الحدوث بتاعة الريسك دي علشان تبقى عارف هل هي ممكن تحصل لك مرة واحدة في عمر المشروع ولا ممكن تتكرر أكتر من مرة. فبالتالي كل ده بيساعدك في إن أنت تبقى ماشي على المشروع وأنت مرتاح وأنت مطمن إن إن شاء الله مش ممكن تقابلك حاجة تضطر إن أنت توقف فيها المشروع أو إن هي تأخرك عن السكادول بتاعك في المشروع. إيه كمان؟ عندنا حاجة اسمها الفاريانس ريبورت. الفاريانس ريبورت هي عبارة عن حاجة بنسميها تقارير التباين. احنا دايما عندنا في المشاريع بيبقى عندنا سكاديول او بروجرام، تايم بروجرام احنا شغالين عليه. غالبا غالبا في معظم المشاريع ما بنقدرش ان ما حدش بيقدر ان هو يلتزم بالتايم سكاديول ده. فبالتالي لازم يبقى عندنا حاجة بلاند نقيس بيها الفاريانس اللي بيحصل عندنا. نقيس الاكشوال اللي بيحصل لنا بالفاريانس اللي بيحصل بالبلاند اللي عندنا. ونقيس الفاريانس ده نسبته قد ايه، ونشوف هل الفاريانس ده بيقل ولا بكل مدى كل مدى عمال يزيد. طب لو هو بيزيد، مش هحاول ان انا احاول ان انا اشوف حل للمشكله دي علشان ما افضلش ان انا طول الوقت عماله التباين اللي من الريبورت اللي عندي ده عماله تزيد، وبالتالي انا مش هعرف اوصل للميعاد الطبيعي اللي انا هقدر اسلم فيه. طيب مهم عندنا يبقى عندنا ثلاث حاجات في تقارير الفاريانس دي. اول حاجه معالم المشروع، المايلستون بتاعه المشروع، ابقى انا عارف ان انا حاطط محدد نقط معينه على السكادول عندي
في المشروع علشان ابقى عارف ان عند النقطه دي المفروض ان انا انجزت التاسك لحد الفلانيه او عندي البروجرس للوقت الفلاني، فلازم ابقى انا عارف المايلستون بتاعه المشروع، لازم ابقى عارف اهداف المشروع، ولازم ابقى عارف الاوتبوتس بتاعه المشروع بتاعتي يبقى شكلها عامل ازاي. من الثلاث حاجات دول انا هقدر احدد الفاريانس اللي بيحصل عندي قد ايه، اقدر احدد هل انا ماشي على السكاديول فعلا زي ما انا بتكلم، ولا انا حاصل عندي فاريانس كبير ومش هقدر ان انا اوصل للهدف بتاعي في الوقت المحدد دي، او ممكن اوصل للهدف بتاعي بس انا واصل بالريزلت تاني او باوتبوت عندي انا مش هو ده اللي انا محتاجه. تمام بالظبط كده، نقطه مقارنه. اخر حاجه التايم تراكنج ريبورت، دي برضو هي برضو نفس البوينت بتاعت تقارير الفاريانس، بس دي بتبقى بتتابع معاك الوقت، تشوف هل انت فعلا وصلت للوقت ده، او دي معظمها اللي بيشتغلوا عليها الناس بتوع البلاننج، اللي هو بتحدد لك انت كل مايلستون المفروض ان هي تحصل فين الوقت بتاعها بالظبط. فالتايم تراكنج ده مهم جدا في البروجكت علشان تقدر تبقى ماشي على السكادول بتاعك، لان انت بتنجز الحاجه بتاعتك ستيب باي ستيب، فالمفروض انت لما تخلص تاسك تدخل على التاسك اللي بعدها المفروض ان انت بتدخل عليها في تايم معين، فالمفروض التايم ده يكون ماشي على البلان. لو هو مش ماشي على البلان فاحنا قلنا ان احنا بيبقى عندنا سماحيه كده، يبقى في فاريانس معتمد او حاجه متفق عليها ان هو ده ممكن يبقى ايه في الطبيعي، بس في ساعات فاريانس بتبقى كبيره جدا ما بيبقاش هي دي الصحيحه. تمام طيب ده كده كان اخر حاجه بتاعت تقارير الوقت. طيب ازاي احنا نقدر نعمل تقرير نقول ان هو التقرير ده 100% صحيح؟ حد عنده فكره ايه اللي احنا ممكن نكون بنحطه في تقرير مثلا، او ان احنا نقدم تقرير بشكل معين ونقدر ان احنا نتاكد ونقول 100% التقرير عندنا ده كده مش ناقصه اي حاجه؟ من المعطيات. تمام المرفقات شامل كل المطلوب. تمام من خلال اللوج، كل التقارير بتاعتنا بتبقى من خلال اللوجات بتاعتنا، واحنا دايما لو احنا معتمدين على داتا accurate updated يبقى احنا هيطلع عندنا الريبورتات. تمام بس احنا مهم جدا كدوكيمنت كنترول ان احنا نطلع الريبورتات بشكل معين، تبقى انت عارف انت بتكلم مين، عارف انت بتخاطب في الريبورت ده مين. يعني الريبورت للاداره التوب مانجمنت مش زي الريبورت للناس التكنيكال زي ما احنا قايلين من شويه بالظبط كده، رسوم بيانيه توضيحيه. لازم تبقى فاهم الريبورت ده متقدم لمين عشان تقدر تخلي البيانات اللي فيه شكلها عامل ازاي، عامل التقدم في انجاز الملفات بالظبط كده، delay expected date cost report بالظبط كده. طيب احنا هنا عندنا اكتر من ريفرنس ممكن نتعامل فيه في الريبورتات. اول حاجه keep the data at the center، دايما تخلي عينك على الداتا، دايما تحط لهم الداتا تكون موجوده بشكل صحيح وشكل واضح قدام كل الناس، يعني دايما تخلي الداتا بتاعتك باينه في كل حاجه. تمام ما تغفلش اي تفاصيل موجوده عندك. بالنسبه لك انت لو الداتا بتاعتك دايما في طول الوقت ان انت بتعرف كل الناس اللي حواليك بالداتا، او ان انت بتعرف الاشخاص المسؤولين او المهتمين بالمعلومات دي بالداتا الصحيحه، فانت كده بتعمل اللي عليك في الداتا بتاعتك او في الريبورتات بتاعتك. تاني حاجه فيجواليز ذا داتا، مهم جدا ان انت تخلي في رسوم بيانيه والوان عشان توضح فكرتك في الريبورتات اللي انت بتقدمها. يعني مثلا بيبقى عندنا مثلا دايما ان اللون الاحمر دايما بيشير للديلي مثلا او التاخيرات او الحاجات اللي ما تردش عليها او الحاجات اللي فيها مشاكل، لان دايما اللون الاحمر بيشد العين. عندك مثلا اللون الاصفر دايما بيريبورت للحاجات اللي فيها ديلي او الحاجات اللي انت عاوز تعمل عليها هايلايت او الحاجات اللي انت عاوز توريها للناس تقول ان دي فيها مشكله او ان دي فيها حاجه. فدايما في الريبورتات بتاعتنا نستعمل التشارتس، الالوان، التقارير لازم تكون واضحة، مش لازم تكون حاطط فيها تفاصيل كتير. تمام تالت حاجة لازم يكون عندك ليفل من الكوميونيكيشن، يعني لازم تكون سايب الريبورت فليكسبل،
ممكن يكون في حد بيشوف الريبورت ده او بيتابع معاك الريبورت ده، محتاج ان هو يزود داتا معينه او يشيل داتا معينه مش هتهمه. لازم الريبورت بتاعك يكون فيه جزء من الفلكسبيليتي علشان تقدر ان انت تتعامل معاه، ما يبقاش هو ده بس اللي انت حاطه وهو كلوزد على كده، وما ينفعش ان هو يزيد منه او ينقص منه اي حاجه. مهم جدا النقطه بتاعت الفلكسبيليتي دي، عشان ما تضطرش ان انت بطلب مثلا من مديرك او من البي ام او من اي حاجه تهد كل اللي انت بتعمله وتبتدي من اول وجديد تاني. تمام. اخر حاجه كرييت ريبورت ابريشيتد يور اودينس. قلنا هنا ان كل واحد يجي بتقدم له الريبورت بيبقى هو ليه طلب معين في الريبورت. الريبورت اللي بتقدمه للبي ام غير الريبورت اللي بتقدمه للتكنيكال غير الريبورت اللي بتقدمه للتوب مانجمنت. التكنيكال دايما بيبقوا عاوزين التفاصيل، عاوزين يعرفوا الماتيريال دي اسمها ايه، الماتيريال دي رقمها كام، هي نوعها ايه، بتتكلم في ايه، هي مشكلتها ايه. فبتحس ان هي كل حاجه عنهم هما بيتكلموا في التكنيكال بتاعهم. هيفرق معاهم الداتا اللي جوه الماتيريالز مثلا غير ما يفرق معاهم الرقم. شويه شويه لو رحت لمديرك مش هيفرق معاه تفاصيل الداتا دي، بس ممكن يفرق معاه حاجه اكبر تانية، يفرق معاه ان هو عنده الاوتستاندنج ايتمز الموجوده عنده قد ايه. شويه تطلع للتوب مانجمنت شويه هيبقى فارق عندهم ان انت بتبقى محتاج نسبه الانجاز بتاعت الشغل بتاعتك قد ايه. انا خلصت مثلا جزء، انا باقي عند المقاول جزء تاني، في جزء لسه ليه سبميت مش هيتبعت. فكل الحاجات دي بتبقى مهمة ان هي تتعرف. فانت المهم ان انت الريبورت بتاعك تبقى عارف انت بتخاطب مين وايه الداتا اللي انت بتحطها فيه، والداتا دي على اي اساس هما هيستعملوها. يعني لما تحضر ميتنج ما تحضرش الميتنج باللوج بتاعك كله، احضر الميتنج بداتا مختصره جدا. لو حبيت تدور جوه الداتا دي انت هتعرف توصل للمعلومه اللي انت عاوز تدور فيها. لو انت محتاج ان انت تعرف الديلي عند مين، او الحاجه دي متاخره، او الحاجه دي لسه ما تردش عليها، او بقالها قد ايه، هو مش هيهمه في حاجه زي كده. هو هيهمه عدد الاوتستاندنج بتاعك قد ايه، عدد الديليز قد ايه، عدد الحاجات اللي هي اللي واقفه عنده في الشغل، الحاجات اللي ما تردش عليها، الحاجات اللي ترد عليها وما رجعلهاش ريفيجن تاني. كل الحاجات دي اللي هتبقى اهم. فما يهموش تفاصيل الدوكيومنتس اللي عندك اسمها ايه، على قد ما يهمه النمبر اوف دوكيومنتس دي قد ايه، النسبه بتاعته قد ايه. تمام. فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا من الحاجات دي واحنا بنطلع اي ريبورت، keep in our mind، علشان لما نطلع ريبورت يبقى فعلا حاجه مفيده. من ضمن برضو الحاجات اللي احنا بنقدمها وبنعتبرها من ضمن الحاجات اللي هي المهمه جدا كديليفربلز، البيلدنج بيرمتس، اللي هي تقارير اللي هي بيسموها تصاريح البناء. تصاريح البناء دي حاجه من ضمن الديليفربلز مهمه جدا في الحاجات الانشائيه، لان هي نوع من التصاريح يجب ان تمنحها الحكومه او الهيئه التنظيم او اي هيئه تنظيميه تانية، هي اللي بتديها قبل ما يتم انشاء المبنى اصلا. ودي بتدي له الشكل القانوني للمبنى بتاعك، يدي له الشكل القانوني ان هو يبتدي ان هو يشتغل في المبنى بتاعه. من غير الدوكيومنتس المهمه دي ما يعتبرش ان انت هتقدر ان انت تبني المبنى بتاعك، وهتواجه مشاكل كتير مع الحكومه ومع الجهات المانحه للتصاريح دي. تمام. اخر حاجه من ضمن الديليفربلز اللي احنا بنتعامل فيها اللي هو البرودكت النهائي، اللي هو بقى المستشفى، السوفت وير اللي انت بتعمله، الحاجه اللي هو اخر حاجه، المنتج الذي يظهر في نهايه عمليه التصنيع. اخر حاجه احنا بنسلمها بتبقى البرودكت دي. دي من ضمنها بقى انت بتسلم مثلا المبنى، بتسلم معاه السناج ليست بتاعته، بتسلم معاه الاسبلت، بتسلم الاوبريشن مينتنس مانيوالز، السبير بارت ليست بتاعته، بتسلم السبير بارت نفسها، بتسلم الوارنتيز بتاعت الايكوبمنت اللي انت شغال بيها. كل الفاينل ريبورت ده بيعتبر من ضمن الديليفربلز اللي مهم جدا ان احنا ناخد بالنا منها، مهم جدا ان هي تبقى اوريجينال، مهم جدا ان احنا نسلمها في وقتها مع المبنى اللي احنا بنسلمه. لان في ناس كتيره من الدوكيمنت كنترول ما بيكملوش كل البروجكت لحد اخرها، وبيكتشفوا ان هم ما عندهمش خبره تسليم المشاريع، ودي بتبقى خبره مهمه جدا بتنفعك كتير قوي في المشاريع. لان انت بتبتدي بيه لما بتيجي تبتدي مشروع وانت عارف هتسلم ايه في اخر المشروع، يبقى الاتيتيود بتاعك في التعامل مختلف، لان انت بتبقى حاطط الاساسات اللي انت على اساسها هتشتغل في المشروع. انت في العارف في الاخر لما تيجي تعمل هاند اوفر هتعمل هاند اوفر شكله عامل ازاي. انما لو انت ما عندكش الخبره بتاعت الهاندنج اوفر بتاعت اخر المشروع دي، تلاقي نفسك في حاجات انت بتوقعها في نص المشروع. تمام. انا كده خلصت الجزء بتاعي. احنا كنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان احنا محتاجين نقدم ريبورتات بشكل بروفيشنال. معانا النهارده استاذ جمال ان شاء الله هيتكلم معانا النهارده عن ريبورتات الاكسل واللوجات والكلام ده، هو هيقدمها بطريقه بروفيشنال جدا.
فإن شاء الله هيشاركنا دلوقتي. ثانية واحدة كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ جمال، حضرتك سامعني كده؟ سامع حضرتك يا فندم. تمام. إيه حضرتك كده عندك برميشن أنت تعمل شير ديسكتوب؟ أنا اوكي كده المفروض أفك أنا الشير ديسكتوب اللي عندي. تمام. واضح كده؟ تمام. أه تمام زي الفل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخوكم في الله جمال صديق. أولا أنا دي سي مجاود، مش استشاري. فأنا تقريبا في كل مشروع ببقى معرض لفورم جديدة وأشكال جديدة للفورم، فبناء عليها ببتدي أبني اللوج بتاعي يعني. فده يعني حاجة ضمن الفورم اللي أنا بشتغل عليها، ده دروينج سميتها. طبعا حسب الاستشاري بيختلف، إذا كان هو مثلا بيحب الإنشاء لوحده، المعماري لوحده، أو بيحب كله مختلط، فحسب الاستشاري اللي معايا أنا بتعامل. فده نموذج كده هنشتغل عليه النهاردة إن شاء الله، وهنوضح إزاي بعمل لوجو. طبعا أول حاجة الفورمة قدامنا، اللوجوهات طبعا استشاري، مالك، مقاول كده، والبروجكت نيم اللي هو اسم المشروع ورقم المشروع، الحاجات الأساسية اللي احنا بنستخدمها في أي دوكمنت معانا. هنبتدي بعد كده نخش في الحاجات التانية اللي بنحتاجها. أنا بناء عليها ببني إيه اللوج بتاعي. أول حاجة بيبقى معايا طبعا في حاجات أساسية، مش زي رقم المسلسل، التاريخ، الريفرنس، الإصدار، في حاجات أساسية، وفي حاجات طبعا ممكن من خلال فورمة نستخلصها. فهنا عندي مطلوب مثلا التاريخ، الريفرنس، حاجات أساسية دي مفيهاش مشاكل. عندي السبجكت ده هعمل له خانة لوحده. طيب we are sending you، هو بيقول لي أنت محتاج تبعت لي شوب دروينج ولا أسبيل ولا دروينج سكتش. فطبعا أنا بحدد نوع الحاجة اللي أنا هقدمها بناء على إيه، على اللوج. وطبعا بعتها ليه أبروفال، ريسبميت، أدفايز، حسب ما أنا بعتها للاستشاري اللي معايا. واضح كده؟ واضح يا أستاذ جميل، اتفضل. تمام. فبناء عليه ببتدي أصمم اللوج بتاعي. طبعا تاجي كبر شوية معلش، اللوج فيه حاجات كتير. أول حاجة البنود بتاعتي طبعا، الإنشاء، المعماري، الميكانيكا، كل حاجة من الكلام ده. نفس التفاصيل اللي في الفورمة أنا باخدها واحدة واحدة عشان أسهل عليا هنا في اللوج يعني. طبعا طب أنا عندي سؤال بس، هو حضرتك بتعمل اللوج الأول وبعد كده بتخلي الفورم تقرأ منه، ولا بتعمل العكس، بتعمل الفورم الأول بتقرأ من اللوج؟ لا، الفورم بتقرأ من اللوج، يعني اللوج هو الأساس. هو الأساس. تمام، فطبعا اتفضل عندي حضرتك. تمام رقم السبميت أول حاجة، ده شيء أساسي، أو ده ريفرنس رقم يعني عادي، 1 2 3 تسلسل حسب ما أنا ببدأ إيه الدرونج بتاعي. ففي درونج ممكن ياخد أكتر من واحد يعني، ممكن ياخد 2 3 4 5 حسب إيه ما أنا بقدم. تمام طبعا الخلية المساعدة دي هي هتنفعنا شوية في الفورم، ما لهاش علاقة باللوج، هي علاقتها بالفورم لأن بتاخدنا يعني، إحنا بنستخدم في الفورم الدالة في لوكاب. فالدالة في لوكاب دالة شوية عقيمة يعني، لأن هي ممكن بتجيب يا إما أول نتيجة صحيحة يا آخر نتيجة صحيحة. فأنا لو عندي كذا يعني كذا دروينج، فأنا محتاج أدخلهم كلهم في السبميتال. فدي حاجة بستخدمها كده، هنشرحها بعدين كده عشان نوضح إيه استخدمها إزاي. طبعا الريفيجن بتاع السبميتال بتاعي، والنوع إذا كان إنشائي، معماري، حسب إيه تقسيم. والسبجكت اللي هو طالبه الاستشاري، اللي هو هنعمل له عمود لوحده، هتبقى حاجة مختصرة كده ايه، بنوضح نوع الدرونج اللي مبعوث.
والدرونج تايتل ده طبعا بناخده من اللوحة اللي بنستلمها من المهندس، والدرونج نمبر ده طبعا بيبقى بناء على شوية حاجات. لازم بيبقى الأول رقم مشروع من الكونتراكت المقاول، طبعا الاختصارات دي هنلاقيها هنا في المرجع ده، بحيث لو الناس هتحب تراجعها بعدين أنا ليه أعمل المرجع كده. بعد كده الريفيجن بتاع اللوحة، غير الريفيجن بتاع السبميت، لأن ممكن اللوحة مثلا زي ما احنا عارفين ممكن نقدم كذا لوحة ترفض واحدة، فاضطر أقدم إيه واحدة لوحدها فتبقى واخدة ريفيجن. فالريفيجن بتاع الدروينج غير الريفيجن بتاع السبميت. وطبعا هنا هبختار له أنا مقدم إيه زي ما هو كان طالب مني، طبعا بعمل له ليست عشان أختصر إذا كان شوب دروينج أو أسبلت أو إيه دروينج تشيك ليست هو حضرتك دايما كل الدروينجز مع بعض صح؟ حسب طلب الاستشاري. تمام. بس هو النموذج ده هو حابب الاستراكشر لوحده والمعماري لوحده الميكانيكا لوحده الكهرباء لوحده، فالشيت ده كله هيبقى انشائي. تمام. والتاني حاجة أنا بعته ليه أبروفل ولا ريسبميت، طبعا حسب ما هو متطلب في الفورمة هنا أنا ببتدي أشتغل. يعني هو هنا طالب يعني حضرتك حاطط فور في اللوج نفسه حاطط الدروب ليست كل حاجه بالظبط، تمام، بحيث والشيت هنا الكفر ده بيقرا من الدروب ليست اللي جوه بيقرا من الدروب ليست اللي جوه. زي الفل. تمام. تمام. طبعا في حاجات كده كتير انا حطيتها مثلا زي رقم المبنى مع اني كاتبه هنا، والدور دي حاجات انا بستخدمها لما عاوز افلتر بقى، ليه؟ ان انا ممكن يبقى عندي متطلب كذا حاجه، بدل ما اقعد ابحث انا ممكن استخدم فلتر مثلا الدور في فلتر المبنى في فلتر اللوحه، اوصل بدل مثلا انا هيبقى عندي 50 حاجه، لا انا خلال ثانيه او دقيقه واحده ابقى عندي الحاجه اللي انا محتاجها. طبعا السرعه والدقه من الحاجات المطلوبه جدا في شغلنا. طبعا المهندس الانشائي او المهندس المعماري اللي بعت اللوحه حسب انا عارف مين اللي مقدم اللوحه، بحيث لما تترفض او تتقبل ابقى اللي هو هترجع له حاجه يبص عليها. وطبعا عشان يبقى سهل عليك في الديستريبيوشن. بالظبط. والاكشن كود ده انا بيبقى عندي حاجتين، ممكن يبقى عندي مثلا حاجه خدت كود واترفضت فانا عايز اقدم حاجه تانية، فانا عايز اوصل لاخر اصدار في كل حاجه انا اعملها، بحيث اسهل على نفسي ابقى عارف مثلا هفلتر خلاص انا عارف ان ايه اللي اترفض ايه مثلا، هفلتر خلاص عايز اشوف اللي واخد اللي لسه مفتوح بس مثلا، خلاص انا مجرد ما ادوس كده هيجيب لي المفتوح بس، هيلاقي هنا قدامها فاضي، لا عندي حاجه واخده تمام. كود مثلا ما تردش او ما تقدمتش تاني، عايز احصر الحاجات اللي واخده كود سي ما تردش عليها او ما تقدمتش تاني. ممكن من خلال هنا مثلا لو ادينا دي كود سي هي كده ملهاش ريفيجن، فاحنا لو فلترنا من هنا خلاص احنا عرفنا ايه اللي واخد كود سي لوحده بدون اي تعب. طبعا خلال المشروع بيبقى فيه لوحات كتير ومع فترات ممكن في حاجات تتنسي، فدي بتبقى واضحة قدامنا كده ان خلاص مثلا دي ما تقدمتش. وحضرتك كمقاول من ضمن يعني من ضمن المهام بتاعت حضرتك او التاسك اللي عندك ان انت تخلي كل الحاجات اللي عندك ان هي تكون بي، كلوز اه كلوز بس فضروري يعني ده يمكن ده مش شغل الاستشاري بس ده شغل المقاول ان هو يتراك الدوكيمنتس اللي عنده الدروينج اللي عنده يبقى متاكد ان كل اللي عنده كل اللي سي عنده او تقدم ان هو خلاص اتقدم تاني وخد الموافقه انت خلاص بالظبط. خلصت البروسيس لاخره. وده بالنسبة لنا تاريخ الرد ده معروف، وده الاسكان، وفي شوية خانات تانية ضايفينها ايه نستخدمها في المعادلات اللي جوه. وده طبعا الريبورت بتاع الاول اكشنز نبتدي نشرحه برضه معانا واحدة واحدة. وده المنسلي ريبورت ده طبعا انا بحدد الشهر والسنة، هو من خلال اللوج هو بيحدد لوحده ايه كل حاجة. يعني لو حددنا شهر 5 هو خلاص هو تلقائي بيجيب لي انا عندي 6 واخدين كود بي بس اللي قدموا شهر 5 مفيش حاجة غير كده. حسب الشهر والسنة هو بيحدد ايه تلقائي، بحيث لو انا عايز اعمل ريبورت على شهر معين خلال سنة معينة هو خلاص انا بديله بس السنة والشهر بيعمل الريبورت تلقائي. لو حابب بعد كده اعمل له
شرط او اي حاجه بتبقى سهله معايا خالص. تمام. طبعا نبتدي المسلسل بتاعنا العادي ده، 1 2 3. هنا طبعا عشان انا عندي هنا مثلا اهو، ممكن اقدم كذا لوحه. لو جينا مثلا رقم كام، 4 مثلا، فيها لوحتين. انا محتاج يظهر لي طبعا، انا لو استخدمت الداله في لوك اب بس هتظهر لي يا اما دي يا اما دي يا اما. فانا طبعا لو عندي كذا لوحه، في لوحات في النص كده مش هتظهر معايا في اللوج، فانا بضطر استخدم آلية مساعده بحيث تعلي الديناميكيه بتاعه الداله في لوك اب. بستخدمها من خلال كاونت اف. كاونت اف زي ما احنا عارفين هي داله بتبحث بشروط معينة، يعني دالة البحث بشروط معددة، من خلال بديها النطاق بتاع الخانات والمعيار بتاع البحث. فأنا بالنسبة لي ببتدي في أول خلية هنا، بقول له count if. طبعا أنا عندي حاجتين أنا عايز أربطه بإيه، بالمسلسل بتاع اللي هنا اللي هو ده اللي أنا بستخدمه في الفورمة، وبالريفيجن سبميت والسبميت ريفيجن. عشان احقق الشرطين دول بقوم اعمل اول خليه، بقول له كاونت اف المدى بتاعي، بقول له من الخليه دي للخليه دي اللي هي من A 12 ل A 12، بس بثبت A 12 الاولانيه بحيث يعد 1 2 3. انا لو ما ثبتش ال A 12 الاولانيه هيعد لي مثلا، هيلاقي رقم 4 هيعد 1 1 1، فبرضه الداله بقى كده ما سمعتش معايا. لازم اثبت اول خليه والمدى بتاعها اللي هو لحد اول خليه هيبقى مفتوح معايا، بحيث لما انزل على اي 13 هيبقى الامتداد معايا من اي 12 لاي 13، هتبقى الاي 12 معايا ثابته اللي هي اول خليه معايا في الجدول، وهننزل على اي 13. فانا كل ما اسحب، لو جينا عند رقم 4 هو مثلا احنا واقفين عليها، هيقول لي 1 ادي 2 في لوحتين بس، بحيث كل ما اغير هو بيعد انا عندي كام لوحة في السبميتال ده. واضحة النقطة دي؟ طبعا انا في معيارين عندي زي ما قلنا، الرقم السبميتال نمبر والسبميتال ريفيجن. لازم بربطه السبميتال نمبر اللي انا بحطه هنا ده، والريفيجن اللي هو ايه معايا ده، لازم يبقى ده زي ده. بحيث لو انا عندي مثلا لوحة ريفيجن، طب ندخل اي ريفيجن مثلا، طبعا هنفترض 35، هعمل انسيرت، هعمل 35. طبعا الريفيجن سمع لوحده. انا هروح على الفورم هنا واكتب 35 هنا، معلش هو تلقائي طلع لي ايه رقم 1 اللي هو 35 واحدة، لان برضه هنا عامل له ان هو ياخد اكبر قيمة عندي في اللوج، لان انا خلاص طالما انا قدمت ريفيجن 0 فانا مش هحتاجه تاني. لو هقدم فاكيد هقدم اعلى ريفيجن عندي. واضحة؟ معلش يا أستاذ جمال، ممكن تعيد بس الحتة دي؟ ثانية واحدة، تاني أنا عندي الدالة في لوك أب، لو أنا استخدمتها هنا في لوك أب العادية، في لوك أب نفسها بتاخد يا إما أول قيمة صحيحة عندي يا إما آخر قيمة صحيحة عندي، يعني لو في قيم في النص بتتجاهلها. فانا تمام. لو الدرونج سبميتال عندي في اكتر من لوحه، في مثلا 5 لوحات 3 لوحات، هياخد أول واحدة وآخر اول واحدة واحد ده والسكتات اللي في النص. اه بالظبط، انا عايزه يعدل لي، يبتدي ياخد عدد بناء على ايه، على الرقم اللي انا هحطه له اللي هو السبميتال نمبر والسبميتال ريفيجن. وبريفيجن. تمام.
فحضرتك عملت القيمة اللي هي الخلية المساعدة اللي في النص دي علشان تثبت هو لك هيعد أرقام. بناء على النطاق المعين، النطاق اللي هو من A1 لA1، A12 A12 لA12. بس انا بثبت اول حاجه عشان الA12 الاولى تبقى معايا ثابته، بعد كده يبتدي هو يعد ايه واحد، فيلاقي اللي فوقي مثلا خلاص اللي تحتيها المفروض تبقى اثنين، خلاص هو يلاقي واحد فوقها يعد اثنين ثلاثه. لو انا سبتها مفتوحه هيبتدي يعد ايه واحد واحد واحد، وكده هتبقى خدت معايا قيمه واحده برضه. فانا لازم أيوة. اثبت الخاليه الاول الاولى عشان هو يبتدي يعد معايا واحد اثنين ثلاثه. ان شاء تمام، الله اول وعملتها 20 بكاونتس بخرج اف. تمام. بالظبط. فانا بربطها برضو بمعيارين، ريفيجن والرقم بتاع السبميت. تمام. تمام، فده بيساعدني هنا في الفورمة زي ما قلنا، بيظهر لي الرقم اللي انا محتاجه. انا رقم هنا اهو انا بكتبه على جنب، لان ده بيسمع برضو من اللوج بالفلوك اب. انا مهما انزل هو خلاص مختار. طبعا دي بتتغير حسب ايه، حسب اللوج برضو، لان انا بكتب هناك. فانا خلاص هنا حتى لو غيرت مثلا هنخلي رقم واحد، هي معانا هنا شوب دروند ابروفل. لو انا غيرت هنا خليتها مثلا اسبرت، خليت دي ريسبت، ورجعت هنا الاقي اهي علم تلقائي على الاسبلت وريسبت. يعني ده شيء برضو عشان نتلافى اخطاء. احنا معلش ممكن اخد كوبي بيست من هنا لهنا، فممكن انسى مثلا تاريخ ريفيجن، ممكن انسى اعلم على اسبلت، اعلم على شوب درونج. فلما يروح يراجع ورايا الاستشاري هيلاقي غلطة فتبقى وحشة يعني. فأنا بحاول على قد ما أقدر أتحرى الدقة. ده بالنسبة لأول نقطة. في حاجة مش واضحة ممكن نوضحها؟ لا تمام، اتفضل. تمام، نخش بعد كده على إيه تاني خلية. أنا بالنسبة لي برضو أنا على قد ما اقدر بحاول اختصر واريح نفسي. فالريفيجن انا عامل له معادله برضه بخليه الريفيجن يسمع تلقائي. فانا مستخدم دامج داله اف مع اند مع اندكس، بحيث انا عندي شرطين. لو علمت هنا انا بالنسبه لي اهم حاجه رقم سميت النمبر ورقم اللوحة. لو الاثنين يعني بقول له ابحث لي دالة اندكس، طبعا زي ما احنا عارفين دالة بحث. فانا بقول له لو ايه 12 اللي هي ايه سميت النمبر اللي معانا اكبر من او اصغر من، دي معناها فراغ. يعني لو اكبر من او اصغر من اي حاجة لو كتبت فيها اي بيان، ده ايه اللوجيكال تيست بتاعي. هو بيقول لي value of true، بقول له لا if and عندي لو انا عندي كذا شرط. طب ايه الشرطين بتوعي او ايه الكذا شرط بتوعي؟ انا عندي شرطين. انا بقول له لو الخلية اي 12، او انا ابتديت بكام اي 12 ماشي اي 12 بص لي بتساوي بص على الخلية اللي فوقها. يعني لو لان انا لما بعمل ريفيجن بعمل انسيرت تحت اللوحة نفسها، يعني انا لما احب اعمل ريفيجن للوحه بعمل انسيرت للوحه نفسها بحيث ايه يبقى الريفيجنات تحت بعضها. فانا عايزه يبص لي مثلا في اللوحه رقم اثنين في الدوكمنت رقم اثنين هنا على حاجتين، رقم اللوحه ورقم السبميتر. لو الاثنين شبه اللي فوق فهو تلقائي هينزل دي ريفيجن واحد، لو مش شبهها بيسيبها زيرو على اساس انها ايه حاجه جديده. يعني لو خدنا رقم واحد دي مثلا كانت واخده كود سي، انا مضطر طبعا اقدمها تاني
فطبعا بعمل انسيرت تحتها وانزل معادلاتي. فانا بمجرد ما انزل واحد هو نزل لي ايه ندي ريفيجن بناء على ايه، على سميت النمبر ورقم اللوحة. هو ليجي سميت النمبر مع رقم اللوحة متشابهين مع اللي فوقيها، فتلقائي سمع ان دي ريفيجن. واضحة النقطة دي ولا قول تاني؟ تمام، لا تمام، تمام. فهنا هو بيفهم ان دي ريفيجن، فبيسمع لي ان دي ريفيجن على طول، بحيث مثلا انا شغال ما انساش مثلا اعمل ريفيجن او اعمل اي حاجه، فهو تلقائي بيريحني انا من كتابه ريفيجن. وطبعا هنا بحدد نوع السبميتر اذا كان انشائي او معماري. طبعا انا محدد له انشائي بس عشان الشيت ده انشائي. طبعا لو عايزين نعدلها من الداتا والداتا فاليديشن، وبنختار الليست بتاعتنا اللي هي ليست، ونختار ايه زي ما احنا عايزين اذا كان انشائي او معماري، او في ناس بتحبه مختلط حسب ايه حسب الاستشاري. طيب التاريخ ده طبعا تاريخ التقديم اللي احنا ايه هنقدم فيه. ده عادي يعني اكتبه بإذن عادي مفيش اه مشاكل. باذن عادي مفيش مشاكل. وفي مشاريع محددة بوقت، يعني انا ممكن برضو نخليهم خلال وقت مثلا اخره الساعة واحدة مثلا، لو بعد واحدة يكتبوا بتاريخ بكرة، فدي برضو ليها يعني معادلة طويلة بس انا شوية. عندي سؤال، هو يعني هو كتر المعادلات ده مش بيبقى تقيل قوي على الاكسل؟ لا خالص لما بتيجي تتعامل معاه بيفتح عادي بسرعة، بيفتح عادي. اه بتتعامل عادي مش بيضرب لا لا بسهولة لما يكون في داتا كتيرة من كتر يعني من كتر فترة المشروع ما بتطول؟ لا لا عمرها ما حصلت معي طب الحمد لله إن شاء الله ما تحصلش. ان شاء الله. هنا طبعا الريفرنس بتاع السبميتر بتاعنا، تمام، فانا برضو عامله مختصر، يعني في ناس ممكن تكتبه يدوي على حسب، انت بس برضو بتخليه يقرا من مكان تاني. يعني من مكان تاني عشان عندي كذا حاجة فيه، لأن أنا تمام، محدد فيه طبعا البروجكت نمبر دي ثابتة، ودي اختصار في الشبرونج، ودي طبعا المقاول ده اسم المقاول والاستشاري، حاجات ثابتة كلها معايا. نوع السبميتر بيتغير من ممكن إنشائي ممكن معماري، فهو الريفرنس لازم بكتب فيه هنا نوع السبميتر درونج سبميتر بتاعي إذا كان إنشائي أو معماري. وأنا طبعا عامل هنا مرجع ليهم بالاختصار، بستخدم فيلو كاب بحيث بقول له لو ده انشائي خلاه استراكشر. اطلع خد اه الانشائي من فوق، اطلع خد بالظبط. الريفرنس من فوق. اه تمام، بستخدم فيلو كاب بقول له اهو، بحدد له الفيلو كاب فاليو بتاعتي اللي هي دي 13، دي القيمة اللي هيبص عليها، هيبص عليها فين في الجدول ده، وهياخد تاني قيمة في الجدول، وهياخد أول قيمة صحيحة قبلها. طبعا الناس اللي عارفة فيلوك أب أظن بالنسبة لها سهل الموضوع. تمام. هو تلقائي بيبحث عن التصنيف هنا إذا كان إنشائي أو معماري، وبياخد الاختصار بتاعته من فوق. دي ثاني حاجة. ثالث حاجة بياخد بالنسبة لي السنة، أنا عندي السنة بتتغير، ممكن أنا مش شغال في سنة واحدة، أنا بقول له السنة دي هتلاقيها في الخلية في 13. هنوضح برضه ايه اللي هي موجودة هنا معانا في 13 خلية دي تمام، دي اللي حضرتك عامل لها برضو خلية مساعدة هناك علشان تقرأ بالظبط عشان منها نقرأ منها السنة. السنة. تمام، الحاجة الأخيرة معايا اللي هي الرقم اللي هو ايه بالنسبة لي السبميت الريفرنس الرقم. بتاعي، سبميت النمبر بتاعي. ففي حاجة أنا محتاجه برضو، أنا لو عملتها من غير الجزئية دي لحد هنا، لو عملتها من غير الجزئية دي كده من أول الجزئية دي كده، لو عملتها من غير الجزئية دي هيظهر لي رقم، يعني هيبقى بدل 21 داش 001، لا هيبقى واحد بس، لأنه هيقرأ دي رقم واحد مش هيقرأها إيه
بالثلاث ارقام بتوعها. مش هي بالظبط، مش هيقرا فانا بقية لما اجي الديجيتس التانية. بالظبط لما اجي بفايل البي دي اف فبكتب 001، هو بيحدد لي اذا كان الرقم ده، بس هي بس عشان يكتب لي مثلا لو اقل من 10 يكتب 0، لو ما بين 10 و99 يكتب 0 1، غير كده يسيبها فاضية يعني من غير تمام، تذكرة. عشان يخلي عندك الديجيتس كلها زي بعض، بالضبط فما تبقاش عندك حاجه قبل حاجه. ان انا بقى عايز اقول لك ان احنا بنعاني في الحاجات دي في اللوجات اللي احنا بنتعامل فيها. لو حد بدأ مثلا لوج قبل منك، هتلاقيه بدأ مثلا ريفرنس 2 ديجيت، وبعد كده كترت معاه فبقت 3، فبتلاقي في الاخر الريفرنسز دخلت في بعضها، ما تعرفش ترتبها ترتيب صحيح. بالظبط. وبعد كده بياخد اللي هو ايه ال A13 اللي هي اديكم السميت نمبر، ده الريفرنس بتاعي. طبعا السبجكت انا باخد اللوحه دي او اللوحه اللي انا مقدمها دي او مجموعه اللوحات دي بتاعت ايه، وبكتب له حاجه مختصره يعني كاتب له بلين كورين خرسانه عاديه، او بشوف دي ايه، دي حاجه بجتهد فيها انا يعني، باخدها كده من اللوحه بكتب له حاجه مختصره عن الموضوع الحاجه اللي انا بعتها، لأنه هو طالبها يعني هنا يقول لي السبجكت بتاعك ايه، فبحاول اديله اي حاجه مختصره نبذه مختصره عن اللوحات اللي ايه اللي هي هتتقدم. تمام. بعد كده درونج تايت اسم اللوحه او عنوان اللوحه اللي هو انا يعني باخده انت من على اللوحه بتكتبه نفسها. بايدك عادي بالظبط صح؟ بالظبط. تمام، اخيرا لقينا حاجة بتتكتب بالايد عادي. والريفرنس بتاع اللوحه برضو ده بيتكتب بالايد عادي. تمام، طبعا هنا برضو ده حتة برضو عامله معادلة. الريفيجن، ما هو الريفيجن بتاع اللوحة يعني أنا ممكن خلاص أنا نزلت دخلت دي لوحة ريفيجن، فخلاص هو تلقائي هيسمع إن دي ريفيجن، نفس الفكرة بتاعت إيه الريفيجن اللي هنا أنا تمام، بربطه هو حضرتك كده بتقلل كمية الأخطاء، بحيث إن أنت ما تكتبش لوحة واحدة تو ريفيجن، أو بتكتب لوحة واحدة تو ريفرنس، صح؟ بالظبط. بالظبط تمام، ده كده هو بيسمع لوحده وانا برتاح برضه يعني ما برجعش ادور ما خلاص بترجعش تكتبه تاني ولا بتدور عليه هو آخر ريفيجن بتاعه فين، ولا أنت ده هتنزله بأنهي ريفيجن. وانس إن أنت بالظبط تكتب رقم اللوحة بتاعته، يبقى أنت خلاص كده هو عارف هيقرأ إن هي ريفيجن زيرو ولا ريفيجن 1. لان انا يعني انا في شغلي العادي اي ريفيجن بتاع لوحه بدخله تحت اللوحه اللي قبلها اللي هي ريفيجن زيرو او ريفيجن مثلا اللي تمام قبل، صح، ما هو ده صح، ده مظبوط. فهو تلقائي بيقرا اللوحه اللي فوقه او رقم اللوحه اللي فوقها بيسمع معاه. طبعا دي الحاجات اللي هي نعملها من القائمه هنا اللي هو شوب درونج او اذا كان اسبلت اذا كان وده بيسهل عليك ان انت تتراك الشوب دروينج طلعت كلها، هل كلها اترجمت لاسبلت ولا لا، بقى انت عارف بالضبط. عندك ايه اللي عندك بقى سي، اللي انت غطيته بيه بعد كده، اللي انت قدرت تطلع عليه اسبلت، وايه الميسنج اللي عندك اللي ما طلعش عليه اسبلت. بالظبط. تمام، هي تانية اللي هي البندنج نمبر اللي هو احنا بنكتبه هنا اصلا في الخلية دي، انا بحاول استخلصه لسبب يعني انا عايز ابحث عن مبنى معين، فبدل ما اكتب في البحث لا انا عندي مثلا هنا المبنى ده مبنى كذا، بختصر يعني انا عندي 3 4 مباني خلاص انا عايز مبنى لوحات مبنى 3 بس خلاص اهو عندي لوحات مبنى تمام، 3 عشان حتى لما تيجي تسلم في الفاينل دوكيومنتس يبقى عندك كل ما يخص مبنى 3 في موجودين في مكان واحد، مش بالظبط. تقعد تدور عليهم كتير في وسط المباني. طبعا هو بيستخلصها من ايه؟ من التايتل. من السايت تمام، عشان نستخلص طبعا بناخد الدالة ميد، طبعا دالة ميد بيحتاج معانا القيمة، دالة ميد بيحتاج معانا التكست اللي انا هاخد منه فين مكانه وهيبدأ من رقم كام وعدد عدد الارقام اللي هياخدها او عدد يعني الحاجات اللي هيستخلص، مثلا وهو بياخد عدد 1 2 3 4 5 كده، فانا بدخل له ميد مع فايند الاثنين بحيث انا مدخل اي رقم مبنى بدخله بين قوسين، فهو تلقائي بيستخلص اي حاجه بين قوسين اكتبها هنا رقم تمام. مبنى او نموذج. طبعا باخد ميد التكست بتاعي بيقول لك يعني التكست بتاعي فين؟ انا بقول له في الخليه دي. طيب بيقول لي ابدا من فين؟ ستارت نمبر.
فبقول له بستخدم دالة فايند، اللي هي بتبحث عن قيمة، يعني بتقول لي مثلا بقى دالة فايند بيجيب لي قيمة أو رقم حاجة معينة أنا ببحث عنها، يعني لو ببحث عن حرف معين بيقول لي الرقم ده الحرف ده رقمه 3 مثلا أو رقم 4، فهو تلقائي أنا عايز أبحث عن إيه؟ أول قوس عندي، بعد كلمة بيلدينج أنا بفتح قوس، تمام. هو أنا بقول له ابدأ لي بدايتك القوس، لا بس أنا مش عايز القوس مثلا، فبقول له القوس اللي في الخلية اتش 13 بس زائد واحد، يعني كده هيشفت، يعني هياخد الرقم مثلا هو رقم 20، يعني لو سحبنا مثلا المعادلة لوحدها على هنا يعني مثلا هيقول لي ان القوس ده رقم 50، لو عد هو كده هيجيب ان القوس ده رقم 50، احنا لو عدينا طبعا مش هنعد ده كله، فهو تمام. بيستخلص ان ده رقم 50، بس انا مش عايز رقم 50، انا عايز رقم 51 اللي بعد القوس، فبكتب له ايه؟ زائد واحد، بكتب له 50 زائد واحد، هو تلقائي هيبتدي من رقم 51، تمام كده؟ تمام. يعني هو هياخد من أول رقم 51. طيب أنا بعد، يعني أنا لو حددت له أرقام، أنا ممكن يبقى عندي مثلا مبنى رقم 7 ويبقى عندي مبنى رقم 10، لو حددت في المعادلة إن هو ياخد رقمين بس هياخد السبعة والقوس اللي بعد السبعة، لو حددت له واحد، لو عندي مثلا رقم 10 هياخد الصفر بس أو الواحد بس، فأنا عايزه لأ خد لي اللي بين القوسين، فأنا المفروض بكتب له نهاية العدد اللي هو هياخده، إذا كان هياخد من بعد الواحد وخمسين هياخد رقم أو هياخد هيعد رقم أو رقمين أو ثلاثة أو أربعة زي ما أنا بحسب له، بس أنا عايز ياخد بين اللي بين القوسين بس، فبستخدم فايند وبطرحها من فايند. بس يعني بقول يعني باختصار كده بخليه ياخد يحسب ان اخر قوس عندي رقمه كام واول قوس عندي رقمه كام، وياخد القيمه اللي في النص، يعني المفروض انا في الداله ميد بحدد له رقم مثلا واحد هيستخلص السبع، طب لو انا لو عندي مثلا مبنى رقم 10 اهو ياخد لي الواحد بس، انا كده عندي مشكلة، اذا البيانات مش مظبوطة، فانا بدخل له فبضطر استخدم فايند، بقول له ابحث عن يعني اخر رقم عندك هتاخده الخلية دي القوس الثاني اللي هو قافل على السبع، بقول له دور لي على القوس اللي قافل على السبع، تمام من اول هنا اهو التكست بتاعي ده في الخلية دي، طب ابتدي من فين؟ بقول له ابتدي من اول القوس اللي بعد البيلدينج ناقص القوس اخر قوس عندي، فهو كده بيستخلص لي الرقم اللي ايه السبعة، بحيث انا لو دلوقتي كتبت 10 اهو ينزل لي 10 كاملة، مش هينزل واحد زي المرة اللي فاتت، كتبت 100 ينزل ال 100، فكده أنا إيه؟ كده ما عنديش غلط، واضحة النقطة دي؟ تمام واضح. تمام، طبعا الدور أو الفلور بتاعي، هي المعادلة تبان كبيرة شوية بس يعني كلها كوبي بيست من بعضها، يعني أنا بحدد له بس نفس الفكرة، بحثني عن كلمة معينة في الخلية اللي هي دي برضو درونج تايتل، وبناء عليها اكتب لي ايه الدور كذا، فأنا دي بكتبها تقريبا يعتبر يدوي، بس بعملها مرة واحدة
بعد كده ايه بتسمع مع نفسها. انا بشوف عندي كام دور وفي الغالب بكتبهم يدوي يعني، يعني بقول البلين بقول له اكتب لي اختصارات ابي سي الاف ار سي اس او جي، وبحدد له بنسخ بس المعادلة وادخل وبقفل الاقواس بعد كده عادي. نفس الفكرة بس ايه على صغير شوية، هي تبان كبيرة بس ايه هي كلها كوبي بيست على طول يعني، فبتنزل معايا بشوف انا عندي كام دور على حسب هو بينزل بقى بيقسم. طول ما هو ماشي كده اهو بيحدد مع نفسه اذا ده كان بيزمنت اللي كان نقول ار سي بي سي كده، حسب طبعا لو دخلت في الادوار هيسمع معايا في باقي الادوار. اهم حاجة اكون كاتب زي ما في المعادلة زي فين زي في الدرونج تايتل، لان لو حصل اختلاف حرف من هنا لهنا ما بتسمعش المعادلة، فدي عايزة دقة شوية يعني. طبعا هنا المهندس ده يدوي يعني، يبقى في لستة كده بالمهندسين هنا ونختار منها ايه المهندس بتاعنا على حسب القسم ده. والاكشن كود ده طبعا ايه تعرف عليه الاي والبي والسي والدي اذا كان كنسل. تمام لحد هنا. الناس معانا ولا تابع؟ لا معاك، ما تقلقش، اتفضل. معلش هو الشيت فيه كمية حاجات كتير بس أنا بحاول أختصر على قد ما أقدر يعني عشان وقت المحاضرة. لا بص يا جمال، حاول ان انت ما تشرحش المعادلات، لان انت كده هتعقد الناس بالمعادلات دي، مفيش حد هيقعد يعمل كمية المعادلات دي. فحاول انت تقومت موضوع المعادلات ده وكمل طريقة شرح الشيت، ماشي؟ تمام عشان احنا هتلاقينا فصلنا من تاني معادلة معاك، ماشي؟ تمام تمام تمام، اتفضل. طبعا انا هنا لما احب يعني بحتاج مثلا بيطلب مني اخر اصدار او ايه الحاجات اللي لسه اوبن او ايه الحاجات اللي واخده كوتسي ولسه ما اتقدمتش، طبعا اتكلمنا في النقطه دي. فانا من خلال هنا برضو ايه بحدد طبعا برضو هنا بسمع يعني، هو بيبص على الخليه اللي جنبه واللي قبل يعني بناء على الخليه اللي جنبه فيها كود او لا. اول حاجه اول حاجه نلاقي يعني حاجتين، ان الخليه دي اللي سميتها النمبر يكون فيها مكتوب فيها حاجه، ويكون الخليه بتاعت اللاست ستيت ما فيهاش ايه فاضيه، فهو كده هيكتب اوبن تلقائي. طالما انا كتبت رقم السبميتر وسيبت الخليه بتاعت الاكشن فاضيه خلاص كده هو يكتب لي ايه تلقائي ان دي ايه اوبن لسه اوبن ما هتردش عليه. هنيجي في نقطه تانية، انا عندي كذا اصدار مثلا اهو، دي المفروض الاصدار دي، فانا تلقائي انا مش عايز كل ما اكتب اصدار اقعد امسح احذف من هنا واكتب ان دي اخر اصدار واحذف من هنا واكتب ان دي اخر اصدار، عايز اسمع اوتوماتيك مجرد ما ادخل حاجه خلاص يبقى اللي قبلها او اللي فوقيها خلاص هي ايه طالما اللي تحتها زيها يبقى ده اخر اصدار بالنسبه لي، بحيث هو يطلع لي اخر اصدار من كل حاجه ما اتعبش انا احذف من ده واعمل ده. ده في ناس بتعملها يدوي يعني، انا بشوف ناس بتعملها يدوي بيجي على اخر اصدار اخر اصدار ويكتبه هو ده اللاست ويطلع اللي فوق كله ويحذفه يدوي. فبحاول اختصر وقتي برضه بحيث تلقائي هو بمجرد ما ندخل الفيجن هو بيخد اخر اصدار يعني. لا هو اوبن لو انا اديت اوبشن كود هنا سي مثلا خلاص بيقول لي اخر اصدار عندي سي، بس انا فلتر على السي. يبقى انا عندي ان واحد ريفيجن واحد واثنين ريفيجن زيرو هما اللي واخدين كود سي، لان لو فلترت من الناحية التانية على الاكشن كود بس بالنسبة لي هيحصل لخبطة عندي. لاقي حاجات كده واخدة كود سي، فبالنسبة لي دي مش اخر اصدار، دي اللي اخر اصدار تأمين دي ان دي ريفيجن واحد واحد ريفيجن واحد ايه دي اللي اخر اصدار ودي المفروض ايه مش اخر اصدار. انا لو فلترت من هنا هيحصل عندي لخبطة مش هعرف افلتر الحاجات، لان هيبقى في عندي حاجات متقدمة واخدة كود سي
وليه خد الكود بي، فهو هيظهر لي الكود سي بس، انا عايز اخر اصدار من كل حاجه. فبعمل الخليه دي بحيث يسمع تلقائي، ولما فلتر افلتر من هنا، مش من اللاست، مش من ايه، من الاكشن. دي برضو حاجة من ضمن الحاجات اللي بتريحنا شوية في الشغل. هنا برضو تاريخ الرد، تاريخ الرد أنا ربطه تلقائي بالأكشن كود، لأن المفروض أنا بسجل يوم بيومه طبيعي يعني. فتلقائي مسجل، مجرد ما أسجل الكود هو هيبتدي تلقائي إيه، سجل التاريخ. يعني أنا لو دي مثلا هي أوبن، خدت كود بي، خلاص تلقائي هتلاقيه سجل 10/9 وسمع اللينك لوحده. اختصار الوقت برضو، بحيث انا بعمل حاجات بسيطة، باقي الشيت كله ايه بيسمع معايا، وبختصر في الوقت بتاعي. طبعا الاسكان كله معادلة هايبر لينك، اظن اتكلمنا عليها قبل كده على الجروب، صح؟ ولا الناس حابة نتكلم عليها تاني؟ طب خلينا طب نخلي الأسئلة في الآخر لو في حد مش واضح بالنسبة له حاجة. اوكي تمام؟ تمام. طيب هنخش بعد كده ايه، خليط السنة والشهر. طبعا دي خلايا مساعدة كلها، عشان بحيث ايه، زي ما قلنا بنستخدمها في الريفرنس، ودي بنستخدمها، والاتنين برضه بنستخدمهم في التقارير، بحيث نعمل كاونت في التقارير بيجيبوا لنا ايه الاختصار بتاعها. طبعا دي من الحاجات المهمة اللي الناس كلها بتحتاجها، حسب طبعا التعاقد. هنا مثلا أنا مثلا عندي 14 يوم شبرونج من بعد ما يتسلم، 14 يوم عمل، بعد كده أبتدي أحسب مدة زمنية تتضاف. طبعا في آخر المشروع بنحتاجها، بنيجي آخر المشروع بنبقى في عرض يوم يومين، فهي هنا بيفلتر معايا إيه الفرق في المدة الزمنية. طبعا دي معادلته نستخدم فيها الجزء ده بتاع العطلات الرسمية، بنجيب كل سنة من أول ما ابتدينا يعني المشروع، سنة مثلا 2021 2022 من قبل كده، من حسب ما احنا مبدئين المشروع، نجيب الأجازات بتاعتنا وبنكتب بس التواريخ والمعادلة ايه، من خلال معادلة نتورك بيز انتر. طبعا ليها شوية تظبيطات كده، وبتسمع معانا على طول ايه مدة التأخير. طبعا هنا عشان سجلنا ده بتاريخ النهاردة، عاملين لنا 209 يوم. طبعا دي عدد أيام المراجعة، بس في ناس بتحب تعمل تقييمات، يعني ده المكاتب الاستشارية طبعا تحب يعمل تقييم، مثلا المهندس تأخر بياخد كام يوم في مراجعة اللوحة بتاع أي كلام من ده. طبعا دي بتساعد برضه نفس الفكرة، بس إيه هي نفس الفكرة برضه، بتجيب لي كام يوم أخدت مراجعة معايا اللوحة دي، أو السميتال ده أو الريكوست ده، حسب إيه، حسب نوع الحاجة اللي معايا بيجيب لي دي أخدت كام يوم. طبعا دي التقارير بتاعتنا، ده تقرير بيوضح كل أو عدد كل اللوحات اللي اتقدمت كام. طبعا هو هنا كاتب لي 79 بناء على الأرقام دي. طبعا الأرقام دي أنا برضه بستخدم كاونت إف. ليه بستخدم؟ بقول له ببساطة كده يعني، شوف لي الأكشن ده في الخلية دي من خلال إيه؟ خلاص أنا عايز التوتال أكشن ده في الخلايا دي، بيحسب على طول الأكشن اللي هو A أو B أو C. طبعا مفيش حاجة، أي حاجة واخدة كود إيه، مثلا لو ادينا ده كود إيه أهو، تلقائي هتلاقيه ده سمع بيجي 71، وده ناقص بإيه؟ دي بيجي 1، وده ناقص من 72 بيجي 71. لو حذفناها خالص اهو، تلقائي ده بيجي 0 والاوبن بيجي 4. لو رجعنا تاني هنلاقي الاوبن كان 3 وده كان 1. دي بتسهل علينا لو احنا مطلوب مننا مثلا، زي ما اتكلمنا دلوقتي في التقارير، لو في حاجة زي كده تجي ناخد تقارير سريعة على كل حاجة، فتبقى بالنسبة لنا ايه موجودة بسرعة. وده المصلي ريبورت، لو مطلوب مني تقرير شهري على شهر معين، بحيث البلانر عايز يشتغل، طبعا مدير المشروع طلبه، فبقى انا عارف ايه اللي عندي ايه في الشهر اللي اترد عليه، ايه الاوبن، ايه اللي اترد عليه كود، ايه اللي اترفض.
بس كده. طبعا الفورمة لسه في حاجات طبعا شرحنا الهن ده برضو ايه بيسمع من هناك زي ما اتفقنا بالفيلوكاب زي ما احنا ظبطناها. طبعا كل الحاجات اللي هناك ايه بيسمع معانا اتاتشمنت هارد كوبي سوفي هارد كوبي وسوفت كوبي ده ايه. طبعا دي حاجات اساسية لازم تسلم مع الشوبدرونج يعني دي سيبها ثابتة. انا شوف طبعا انت بيحسب على حسب ايه عدد كام لوحة هنا متقدمة يعني. خلي انا فوق شوية واحد اكتر من لوحة 4 مثلا او هيكتب 2 تلقائي لوحتين او بيعد كام لوحة هنا. وطبعا اكيد كل لوحة متقدمة لوحدها وهو بيعد تلقائي كام لوحة عندي ويجملهم هنا في الاتاتشمنت. يعني كده تقريبا خلصت كل حاجة في شيت. وطبعا ده المرجع اللي قلنا عليه لو حد مش فاهم الحتة بتاعت ايه الريفرنس بتاع اللوحة. الريفرنس بتاع اللوحة ده هيلاقي فيه تفاصيل كتير شوية بس ايه اللي هيبص هنا على المرجع ده هيبقى فاهمها كلها دي بتاعت ايه وعبارة عن ايه يعني كلها باينة وسهلة ومتبسطة يعني. ده برضو ايه ده بالاتفاق مع الاستشاري يعني الاستشاري الغالب كده مش انا بس اظن كده يعني يعتبر خلصنا. عايزين نكمل في المعادلات ماشي عايزين حاجة غير كده مع طيب انت كده خلصت يا استاذ جمال؟ ان شاء الله. طيب نشوف بس لو حد كده عنده اي استفسار بخصوص الشكل العظيم اللي انت قدمته ده. طيب استاذ محمد طه مع حضرتك. ايوه السلام عليكم وعليكم السلام. استاذ جمال، ما شاء الله عليك، الله اكبر، يعني انت عامل دكتوراه في معادلات الاكسل. ربنا بس يخليك هو يا رب. انا الحقيقه برضو انا يعني مش وصلاني للكونسبت ان انت رابط اللوج بالفورم بتاعتك، يعني دي ليه اولا؟ وتاني حاجه انت كنت عملت مثال كده ان انت بتعمل ريفيجن عشان تعمل انسيرت الرو، تمام فكان في التايبس types of document أو types of submittal ما نقلش، هو كان الأساس بتاعه أسبلت، لما عملت insert هو راح مخليه شوب دروينج. لا فأنا لا حاسس إن المعادلات دي أنت ممكن تزود أخطاء مش تقلل أخطاء، يعني كتر المعادلات إن هي بتنقل من بعضها دي ممكن تزود الأخطاء نفسها. لا دي انا اللي غيرتها بعدين. انا كنت عاملها اسبلت هي بص اصل انا في الانسيرت انا بدوس كنترول دي يعني بحدد الصف اللي بعمل انسيرت عادي بيبقى معلم على الصف كله. بمجرد ما ادوس كنترول دي هو بينزل كل اللي فوق حتى الاكشن. لو خدت بالك انا رحت اخر حاجه حذفت الاكشن ان هو كده بالنسبه لي ايه ما تردش عليه. محتاج بس اعدل برضه التاريخ لان انا بدخل التاريخ يدوي. هما الحاجتين دول بس اللي هتغيرهم تقريبا يعني. طيب هو انا بشوف يعني او وجهه نظر انا ان انا لما باجي اعمل انسيرت واعمل الايديت كامل بايديا ده بيقلل فرص الاخطاء، ان حتى لو كان في مثلا في الريفيجن زيرو او الاصدار الاول يعني كان في اي اخطاء معينه وانا بكتب الريفيجن اللي بعديه بايديا كامل تاني من اول وجديد ممكن اكتشف لو في اي خطا واقدر ان انا اصلحه وأعالجه، يعني ما بنيجي غلط تمام على تمام غلط. لا تمام مع حضرتك. ما المفروض انا لما بقدم خلاص انا مراجع الحاجه بتاعتي ومتاكد انها صح ده في الريفيجن من اول ريفيجن زيرو. تمام. طيب تمام سؤال أخير بقى بعد إذن حضرتك، هو الاستشاري ألزمك بلوج معين؟ لأن دي برضو دي بالنسبة لي أنا مش واضحة، يعني هو دايما كل واحد بيمشي باللوج اللي هو بطريقته وبمزاجه، وأنت يعني حتى لو هتقدمه في مونثلي ريبورت يعني خلاص أنت بتقدم اللوج بطريقتك أنت مش بطريقته هو. تمام. لا حضرتك هو رابطني بحاجة معينة اللي هو مثلا عايز لوج الإنشاء لوحده بسيريال لوحده لوج المعماري لوحده بسيريال لوحده. اوكي بفلتر عادي على الحاجة اللي هو طالبها وبقدمها له. ما أنا هيبقى عندي كده تداخل في الأرقام هيبقى 1 2. هو عايز مثلا إنشائي 1 إنشائي 2 إنشائي 3 إنشائي 4 تصميت بتاعه مش عايز إنشائي في معماري.
او كهرباء او ميكانيك. ما انا بقول لحضرتك في ايه في الاول، في مختلط بالنسبه لي ما فيهوش مشاكل، وفي حاجات بتبقى ايه الاستشاري زي ما عندي هنا طالب ان الانشاء لوحده والمعمار لوحده الكهرباء لوحده ميكانيكا لوحده، اوكي كل طيب، واحده يعني خارج منفصل. هو مدي الديسبلينز المختلفة دي ريفرنس مختلفة برضه، يعني بالظبط بالظبط الريفرنس بتاعت المعماري كلها ماشية بسيكونس واحد بالظبط وملهاش دعوة ببقية الانشاء الديسبلين. بالظبط. تمام. انا ما اول ما شرحت قلت لك ان انا مقيد بحاجه معينه هشرح لك عليها، ايوه تمام، لا لكن وصلت انت كده. في حاجات ما انت ممكن تبقى مش مقيد بيها. انا عندي معايا مشاريع تانية مش مقيد بيها، ففي حاجات هنا عشان كده قلت لحضرتك انا في الاول انا بستخدم حسب ايوه الاتفاق مع الاستشاري. هي وصلت ان انت طبعا البروسيجر انت بتمشي على حسب ما البروجكت مانجمنت او الاستشاري بيحط، بس يعني شكل اللوج نفسه انت مش ملزم بشكل معين لا 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 للاستشاري تتمه. لا، هو الاستشاري ملزم منه بالفورمه بتاعته، بس بشكل الفورمه تمام بتاعته اللي هو مدياني، ايوه بالظبط بالظبط كده تمام. بس انا ببني اللوج بتاعي بناء على الفورمه بتاعته، بحيث ما يبقاش عندي حاجه هو طالبها في الفورمه وانا مش موجوده عندي في اللوج. بحاول انزل كل البيانات اللي عندي في الفورمه في اللوج، بحيث بمجرد انا مجرد بس بدوس تقدر تعمل فلتر بسهولة. بغير رقم بس، يعني مجرد ان انا بكتب بسجل حاجه هناك هنا بغير رقم بس واطبع تلقائي، لان انا خلاص متاكد ان كل حاجه اللي انا موجوده هناك صح. فهي يا دوب بس الفي لوك اب بتاخد الحاجه من هناك بتحطها هنا، بدل ما اخد كوبي بيست وانسى مثلا اصدار، انسى تاريخ، انسى غير ريفيجن بتاع لوحه، هروح للاستشاري هيبقى منظرها مش حلو. فانا لازم تبقى حاجتي كامله، بحيث يعني خلاص انا راح للاستشاري واثق من الحاجه اللي معاه. فهو تمام يا تلقائي استاذ جميل. بتسمع من الفورمه، بتسمع من اللوج، لان البيانات كلها موجوده في اللوج. فهو تلقائي الفورمه بتاخد ايه حسب ما انا بختار له، بغير له بس رقم السميت اللي انا عايزه، وهو تلقائي بيسمع بالاصدار. يعني انا كمان مظبطه بحيث ياخد اخر اصدار عندي، يعني انا قدمت ريفيجن زيرو وعندي لوحه ريفيجن، مش معقول هرجع اقدم ريفيجن زيرو تاني. خلاص هو تلقائي، يعني لو رجعنا هو على رقم مثلا واحد انا مظبطه بحيث اهو رقم واحد مثلا نقدمها ايه اخر ريفيجن عندي هتلاقيه رقم اثنين المفروض يتقدم، اللي هو ده تلقائي سامع معايا الريفيجن رقم اثنين هناك، بحيث مثلا رقم اثنين ده في لوحه اثنين ثلاثه ممكن السميت اللي انا قدمته مثلا في 5 لوحات في لوحتين اترفضوا، انا محتاج اقدم اللوحتين دول بس اعمل لهم ريفيجن، فانا مش محتاج باقي اللوحات اللي تقدم معايا. خلاص هو هيبص في اللوج هنا هياخد الاخر اصدار عندي، اعلى اصدار عندي موجود باللوحات بتاعته بس. واضحة؟ تمام يا أستاذ جميل، شكرا. شكرا لحضرتك. أستاذ أحمد مرسي اتفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ جمال، ازي حضرتك عامل ايه؟ ما شاء الله عليك الصراحه، يعني حاجه رائعه جدا جدا جدا، واحنا تعلمنا منك كتير الصراحه. يعني الله يبارك فيك، شكرا لله الله حضرتك. يخليك. معلش انا كنت عايز لشرح المعادله بتاعه التواريخ بتاعه الاشهر، ان انا لما فلتر اعرف قد ايه في الشهر ده عندي وقد ايه في الشهر ده عندي. تمام، بالمختلف كاونت اف بكاونت اف كاونت اف اهو. بتفلتر معايا على كله؟ لا اللي تحت مش اللي فوق، اللي فوق دي كانت كاونت اف صح كده، تمام. واللي تحت اللي تحت انا طب لا ربطها في تاريخ التقديم، يعني انا بقدم خلاص، يعني خلاص انا بقدم تاريخ التقديم مثلا شهر 6 سنة 22، تمام. وهو انا بستخدم معادلة مانس بس مش اكتر. مانس طيب لو بتستخدم الشهر بتاع اللي بقول له خد لي من الخلية اللي هي دي 12 الشهر، بس انا عايز الشهر اللي من الخلية دي 12، فهو خلاص تلقائي واخد ان دي شهر 12. ودي طيب نفس لو انا الفكرة بستخدم يير، يير اللي هي بتاخد ايه السنة، بس انا عايز ايه اخر رقمين في السنة عشان الريفرنس بتاعي، انا باخد رقمين بس اخر رقمين في السنه. طيب لو انا عايز لو انا عايز اعمل سيرش مثلا على اكتر من حاجه، مش لازم السنه والشهر، لو انا مثلا عايز افلتر مثلا على المهندس فلان هو عمل قد ايه، او مثلا على المبنى، او مثلا على نفس الفكره المبنى ده برضه نفس الفكره، يعني بدل ما بتستخدم الكاونت اف على الشهر، انا مثلا على المهندس
او على المبنى. يعني هي الفكره نفسها في كاونت اف. طب وسب توتال؟ سب توتال، بص انا بصراحه ما استخدمتهاش وما عنديش فكره عنها برضو. ما يعني في حاجات برضو ما بتعرض لهاش. يعني انا يعني ساعه ما بشتغل في الشيت بدور على انا عايز ايه وايه اللي حججه لي انا، فتلاقيني في معادلات معينه شغال بيها، لا في حاجه جديده وقفت معايا وبدور في حاجه جديده، فابتدي ايه ادور تاني. لا الصراحة يعني ما شاء الله عليك، وموضوع الفورمات يتربط مع اللوج طبعا ده بيسهل علينا وقت كتير جدا. بمعنى ان انا مثلا بدل ما اكتب في الفورمات وبعد كده ارجع اكتب في اللوج وبعد كده يعني اكتر من حاجة، طبعا انا على طول بسجل في اللوج اوتوماتيك هو بيحول لي على الفورمات. صراحة دي حاجة جديدة وحاجة رائعة جدا يعني، ما شاء الله عليك. الله يخليك، الله يسلمك. خلاص ماشي، شكرا يا فندم. معلش بس الدكتور رؤية لو بعتت اللينك الحضور على الواتساب لو ينفع يعني. هنبلغ الأستاذ أحمد يبعته لحضرتك. حلو، خلاص تمام ماشي ماشي يا فندم، شكرا لحضرتك. ماشي يا فندم. العفو. في عندنا كده يا جماعة أي استفسارات تانية؟ طيب شكرا ليك يا أستاذ جمال على العمل الرائع ده، ربنا يجعله إن شاء الله في ميزان حسناتك. متشكرين على المجهود وعلى وقت حضرتك، وإن شاء الله نقابل حضرتك في كورسات تانية بإذن الله. إن شاء الله. وممكن برضو ننزل شيت على الجروب بتاع الواتس، على الجروب الواتس أو تمام الفيسبوك، بالظبط كده، نقدر برضو لو نعمل الناس كده. تشتغل عليه وعايز تشوف أي حاجة تسأل عليها مفيش مشاكل معاها. خلاص مفيش مشكلة، حضرتك معانا على الجروب بتاع الواتس مش كده؟ بالظبط. خلاص تمام، حضرتك ابعتولي واحنا هننزله على الجروب بتاع الواتساب إن شاء الله، ولو في أي استفسارات خاصة بيه تاني إن شاء الله هنبلغ حضرتك. تمام. ماشي يا فندم، شكرا جزيلا. يلا أشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.